زابينج إكسبرس. صباح النور الناس الكل، مرحبا بكم في زابينج إكسبرس. نبدأ زابينج متاعنا اليوم بتصريح محمد أيمن البجاوي والي توزر اللي كان حاضر في برنامج إكسبرسو وتحدث على حصيلة موسم التمور وأهمية وضرورة التنسيق مع كل المصالح لضمان الجودة والإنتاج. اليوم احنا في موسم خاصة يعني نجم نقول انتهينا من أو مازال شوية، لكن في أواخر موسم جني التمور. اليوم نحب نقول أنه الموسم هذا مهم جدا، خاصة في الكمية اللي موجودة في التمور، مهمة جدا في الجهة. فما ارتفاع قرابة 20% بالنسبة للموسم الفارض، موسم واعد جدا في التمور، وبدأ خاصة جني متاعه، ولاحظنا فما حركية كبيرة قاعدة تصير خاصة في معامل التصدير للتمور. تعرف انه ولاية توزر في وحدها فقط تعمل قرابة 300 مليون دينار او حتى اكثر كتصدير كشيفر معناتها للتصدير في التمور، قطاع مهم برشا اللي هو يكون كذلك مع قطاع السياحة اللي هو كذلك مهم. لكن هذا القطاع انا ناكد انه مهم لانه قاعد يجيب في العمله الصعبه للجهه، وقاعدين نخدموا عليه، وفما عمل كبير قاعد يصير خاصه من وزاره الفلاحه وكل الاطراف المتشاركه باش نزيدوا نطوروا به. المندوب الجهوي للسياحه بولايه توزر عادل سبيطة كان بدوره حاضر في برنامج اكسبريسو، وصرح انه هناك زياده في عدد الوافدين على الجهه وعدد الليالي المقضات في النزول في توزر، وقال انه يلزم تصير اعاده فتح للنزول المغلقه بالجهه. احصائيا طبعا احنا سجلنا تقدم كبير ياسر وتطور كبير ياسر عن اول، معناها ما انجز عن اول معناها حاجه خارقه العاده، ولكن يكفي ان نعطيك الاحصائيات من 1 جانفي حتى 10 ديسمبر السنه. حققنا نسبه زياده فيما يخص معناها عدد الوافدين تقريبا ب 31.9%، وبالنسبه لعدد الليالي المقضاه تقريبا 25.5% بالمقارنه مع النو. وكذلك احنا معناها قراب ياسر من ما انجز في سنه 2019، ونامل ان شاء الله بحول الله معناها في نهايه السنه 2023، خاصه في الفتره هذه فتره الذروه، معناها نوقف حتى بقليل ما انجز في العام الماضي ان شاء الله. برنامج الشارع التونسي استضاف نزار بن صالح ممثل الجامعه العامه للتعليم العالي، اللي صرح انه اجراءات الانتداب تغيرت، ودعا وزاره الاشراف الى اضفاء مزيد النجاعه والشفافيه على عمليات الانتداب والترقيه وتكوين شبكات تقييم وطنيه. منطلق هو انه تغيرت طريقه انتداب الاساتذه المساعدين بالنسبه لمنظومه التعليم العالي. قبل كانت كل المترشحين اللي تموا عمليه ايداع الملفات نتاعهم تاع الترشح سواء في الوزاره سواء في الجامعات يقع استدعاهم لحصه مناقشه لمحتوى مضمون ملفاتهم، نقاش مع لجنه الانتداب. اجراء جديد غير الحكايه هذه، ولات ثم مرحلتين، المرحله الاولانيه هي يقع ترتيب الملفات تفاضليا، وفي المرحله الثانيه لا يقع استدعاء بالضروره كل المترشحين، انما نسبه من المترشحين يقع اقرارها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. نحن هالاجراء هذايا نعتقد انه ربما تعمل اعتبارات ماديه بحته. المطلب الاولاني اللي قاعد هو تمكين المترشح بعد الاعلان على النتائج من شبكه التقييم الخاصه به، اثنين لجنه التحكيم هذه او لجنه التظلمات، وثلاثه هو اعتماد شبكات تقييم نمطيه على المستوى الوطني تعمل، معناها تكون هي مرجع للعمل باش لجان الانتداب والترقيه تعمل لجان شبكات التقييم الخاصه بها في كل ماده من المواد، معناها كاينه حكايه معناها اون كري ديفالواسيون تيبيك. رئيس منظمه ارشاد المستهلك كان ضيف فقره اكتيو كونسو في برنامج الشارع التونسي، وتحدث على ازمه الحليب، وينقال انها ازمه مفتعله. راهو الحليب كيما لقاهوش، ونشوفوا للارقام ونشوفوا للهيكله اللي موجوده، ما تنجم تقول كان ازمه مفتعله. علاش؟ خاطر عندنا مخزون استراتيجي بين 6 و 7 مليون، عندنا انتاجنا صحيح اللي قل توا مش في الفترة الباهية نتاعو، لكن مش بكيفية كونه يكون حاد للدرجة هذه. عنا انتاج محترم، عنا استهلاك زادة كبير، لكن الاشكال كل اللي موجود هو المادة هذه قاعد يخزن فيها الصناعي بكميات كبيرة ما هيش معقولة، ما ثماش عقلانية في المخزون الاستراتيجي اللي ياخذوه الصناعيين عنده. هو ينتج عنده ياخذ الحليب وعنده انتاج مادة معينة مكوناتها من الحليب، مش معقول
يعمل مخزون فوق الطاقه نتاعو، وهذا اللي موجود في السوق. تلقى ما تلقاش قهواجي ما عندوش حليب، ما تلقاش قهواجي تسكر قهوته قال خاطر ما فماش حليب. وهنا راهو ما يقلقوش الصناعي كي ياخذ، بحكي على الصناعي بصفه عامه مثل الحليب سواء قهوه ولا وتير ولا جاتو ولا اللي هو، ما تلقاش مش معقول نعطيوه منتوج مدعم يبيعه هو باسعار حره. وهذا النقطه هذا مفصليه خاصة في الحليب في منتوجات السكر. شفنا السكر، شفنا المخزون الكبير شدت وزارة التجارة في معمل نتاع حلويات، هنا ثم ما ثماش عقلانية في خزن واحد، وعلى وزارة التجارة تحديد المخزون الأقصى اللي نجم كل أي معمل يحطه عنده بمعدل ما ينتجه. ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أقروا في مؤتمر الأطراف كوب 28 في دبي اتفاق الإمارات التاريخي غير المسبق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، واللي شكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر الروبيو تحدث على هذا الاتفاق خلال حضوره في برنامج إيكوماك. Je pense que c'est un signal important et c'est un cap qu'on doit pouvoir utiliser sur le moyen long terme, parce que ce sont des choses qui ont à la fois une dimension immédiate et une dimension sur le long terme. Ce sont des investissements, des décisions de politique publique et des changements même dans certains cas de sociologique ou d'attitude et de pratique. Donc je pense que c'est un signal fort. Et en l'occurrence, à travers ce signal fort, il y a eu aussi des décisions qu'on a vues ou des mesures qui ont été prises en Tunisie sur cet aspect des énergies renouvelables. En même temps, parce que là on le voit un peu sur le côté préventif, c'est des opportunités. Ce sont des opportunités, j'espère qu'on pourra y revenir dans le cas de la Tunisie, des opportunités pour améliorer la performance économique de certains pays, améliorer l'emploi, créer des emplois et également renforcer la souveraineté énergétique. عن خمسة محاور كبرى أقرها اتفاق الإمارات، وخاصة منها مسألة التغير المناخي ومكافحة الفقر والأمن الغذائي ومسألة النفاذ إلى الطاقة، وخاصة بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء. Il y a cinq ou six grands thèmes qui sont sortis. On parle bien entendu de la question climatique, des questions de sécurité alimentaire, des questions de conflits qui étaient déjà présents, des questions d'accès à l'énergie. L'énergie, c'est un élément fondamental pour arriver à générer du développement et à réduire la pauvreté. Des certains pays subsahariens, vous avez d'accès à l'énergie. Donc on ne parle même pas d'énergie renouvelable, mais des taux d'accès qui sont parfois en dessous de 10%. Je crois que c'est vraiment un grand défi pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Et on essaie de travailler sur ça. بهكا نكونو كملنا زابينغ إكسبرس لليوم، نتقابلو غدوة في زابينغ جديد.